تفاعل من الجمهور إن لأن أغنيتي الجديدة فيها كلمة بوغوز، فأنا قاعدة أشر عليهم وهم متفاعلين الجمهور، يعني بادرة خفيفة. سويت مدلي في البداية بعد أغنية ثانية فيها ما معكم خبر زين، أغنية بحرينية وشويخ من أرض مكناس أيضا هي معروفة جدا، وجوني مار للفنانة القديرة نجاة عتاب، وبعدين صلات سلام عرفتي، سويت مفاجأة حق بريف وللجمهور المغربي كتعريف أن كوني سفيرة بريف وأمثل ديوتي البحرين فلازم أسوي شيء ماشاب أو مدلي يكون فيه الجانب البحريني والمغربي. الله يوفقه يا رب، بانتظاره، يعني لازم اليوم يكسر، احنا بانتظاره وعلى نار، والله يوفقه يا رب ويرفع راس المغرب والوطن العربي. أنا فرحان وبزاف هذا الإحساس، إحساس جديد لأنني واقف أول مرة قدام أولاد بلادي في بلادي، كان لكن قدام الجمهور مغربي، وكان قدر هذا الجمهور، كان شكروا على الدعم ديالو، الوقفة ديالو معاه اللي وقف معنا، حسينا بواحد الحرارة عمري في حياتي ما حسيت بها، حتى خويا حسا قال لي، وكان شكروا كل المغاربة اللي تواصلوا معنا اللي شجعونا اللي دعوا معنا. الله يبارك فيكم، هذا الفوز للكم لنا جميعا وخاصة الملك محمد السادس نصره الله. أنا الحمد لله فرحان، وأن الوالدين ديالي فرحانين اللي هما اللي داروا الخدمة الكتار، وهذا شرف لي إن شاء الله. الحمد لله فرحناهم وفرحنا جميع المغاربة، ويكون دابا الطريق ميسر لجميع المغاربة يمارسوا هذه الرياضة وياخذوا القدوة إن شاء الله، ويكونوا إن شاء الله على مستوى عالمي أحسن منا إن شاء الله، والله يوفق الجميع إن شاء الله، وعيد مبارك سعيد إن شاء الله في الأيام القادمة. إحساس بحال أي مغربي فرح بزاف، لأنه يعني تابعنا مباراة ربح بالكاو دقائق قليلة قدر أنه يطيح الخصم ديالو، وهذا الشيء يعني كفرحنا حنايا والمغاربة كاملين فرحوا، وطبعا تبارك الله عليهم. خصنا هاد يعني أبو زعيتر كاملين، لا أبو الله ينجينا منهم، تلقى لهنا يلاقيك معاهم شي زنقة ما كتخرج، كنحييهم كنقول لهم إن شاء الله يعني يعني مسار موفق، ونتمناو أنهم يبقاو يعني في هذا المسار هذا ويتعودوا هذه المناسبات هذو. فرحانة بزاف بزاف بزاف، اولا لانني غنيت نشيد، انا افتتحت هذا الحدث العالمي بنشيد الوطني المغربي، والحمد لله يعني كنت وجه خير على ابن بلدي عثمان اللي فرحنا اليوم، ابو جاد اللي فرحنا اليوم، وانا فرحانة بزاف 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 بزاف، وبياسخ المغاربه كاملين فرحانين بالفوز ديالو ان شاء الله، يعني نتمنى لهم التوفيق، ودائما نشوفوا المغاربه الفوق الفوق الفوق، وديما منورينا ومشرفينا فين ما مشاو، الحمد لله رب العالمين.
علي عثمان علي ابو زعيتر. شوف ابو زعيتر كاملين تبارك الله عليهم ديما مشرفيننا داخل وخارج المغرب. فيف لو ماروك. لا ما كتصورش الفرحه ديالنا قداش راه هادشي لا يوصف بالفرحه ديالنا، وكنتمنوا لهم دائما التوفيق والنجاح في المسيره ديالهم ان شاء الله. وهذا متعمى هذا الشيء اللي عهدنا فيهم دائما هما ان شاء الله للامام. ان شاء الله في المستقبل ندعموا بزاف الشباب ونعاونوهم باش يرجعوا ولا يوصلوا حتى لهذه المرتبه، ويكونوا ان شاء الله في على صعيد المغرب وصعيد العالمي ان شاء الله، وان شاء الله في المستقبل تشوفوا وتسمعوا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.